الحقيقة يمكن الاعتداء الجنسي هو أعلى درجات ومراحل الاعتداء اللي ممكن يتم على طفل في أي مرحلة من مراحل حياته، سواء كانت الطفولة المبكرة والمتوسطة أو المتأخرة اللي احنا بنسميها المراهقة. نعم المسألة بتوصل لمدى احنا ما بنقدرش نحدده لسبب بسيط، لأن ده بيفرق ما بين وقعت الاعتداء قعدت قد إيه، يعني كان هو في سن كام واستمرت قد إيه وقت، وبالتالي بتحدد الآثار السلبية. والآثار نعم السلبية دي بتقع في اتجاه من اتنين، إما إن الطفل يتحول لنيجاتيف بيرسوناليتي، يعني تلاقيه شخصية سلبية. شخصية سلبية، هو منطوي جدا، منعزل، ملوش شخصية، ملوش تواجد. تمام. وده بتلاقيه في نماذج كتيرة بقى لما بيجي يشتغل ولما بيجي يدخل الجامعة. هنا بتربط الأحداث دي بما حدث وقت الطفولة. تفضل معاه؟ طبعا طبعا تفضل موجودة، لأن أنت الشخصية اللي بتحصدها هي اللي تم تكوينها، سواء بوقائع الاعتداء أو بتصديق الأهل ومدى تعاملهم مع وقائع الاعتداء. الطريق الثاني قبل ما أجاوب حضرتك، إن هو يتحول بدل ما يتقوقع ويبعد عن المجتمع وتحول لشخصية انسحابية، إنه يبقى شخصية عدائية حتى وإن ما كانش عدواني. العدوان إنه يطلع يكسر في الشوارع، تمام. أما العدائية إنه يبقى نفسه يكسر، فلما تيجي الفرصة يعمل ده. تمام. وهنا بيصاب بحاجة اسمها الكوندكت ديس أوردر، أو اضطراب السلوك المشكل. أوكي؟ بعد شوية ممكن ده يبقى عنصر مهدد للمجتمع. الأهل يعرفوا منين؟ سؤال حضرتك ده قيم جدا، إن هو يلاحظ على الابن وهو جاي، بلاش نستخدم كلمة طفل عشان بتضايق الشباب اللي في المدارس، يلاحظ عليه الطالب عموما الانزواء، يلاحظ عليه الانعزال، تمام، الكره للمدرسة. تمام. وهحكي لحضرتك عن موقف في منتهى البساطة من السهل جدا إن كتير من الآباء يقعوا فيه. أحد الأصدقاء اتصل وقال لي والله يا دكتور إحنا يوميا أول ما يجي الباص بتاع المدرسة عشان ياخد الولد، الولد حرارته تبقى 39-40، بمجرد ما الباص يمشي الولد يبقى كويس جدا. فقلت له طيب من فضلك أكلم ابنك قدام باقي الأسرة وقول له إن بكرة أنت هتروح المدرسة وأنا هروح معاك عشان خاطر اكشف عليك عند الدكتور اللي في المدرسه، ولما تروح هناك اكيد هتلاقي مشكله انت ممكن تحصل عليها. وفعلا جمع الطفل وجمع والدته وباقي اخواته وقال له كده. لما صحوا الولد الصبح كانت رجله مكسوره، مش بس درجه حرارته عاليه. متخيل ايه اللي حصل؟ عمل كده في نفسه؟ اذى نفسه؟ شوف، لا هو ما اذاش نفسه خالص. الفكره هي اللي بتتحكم في سلوكياتنا ومشاعرنا، ودي حاجه اسمها سايكوسوماتيك سيمبتومز او الاضطرابات النفس جسديه. هو من مدى رفضه انه مش قادر يروح المدرسه، عقله اللاواعي اللي هو العقل الباطن بيخليه يسخر كل اجهزه جسمه علشان خاطر يبعد تماما عن فكره انه يروح المدرسه. فدرجه حرارته بتعلى، والطفل مرتبط في ذاكرته الحاضره اللي هو عقله الحاضر اللي هو عقله الارادي، ان لو حرارتي عليت مش هيودوني المدرسه. فبعد ما بيروح المسير اللي هو مهدد بالنسبة له بيبدأ يكمل حياته عادي والحرارة تنزل. نعم. والده قال له حتى لو حرارتك زايدة أنا هوديك المدرسة وعالجك هناك.